هولكنبرج عشان عايز يجامل حد او يجامل النادي الاهلي او كذا او كذا، غير الخطوط وغير طريقة تحديد الفار؟ لا طبعا الاهلي مش محتاج كل ده من وجهة نظري انا. لسه قايل النادي الاهلي بعصام بكابتن جمال بالراجل اللي قلت عليه ده، بفضل الله تعالى النادي الاهلي مش محتاج اي حاجه. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير، مش كبير الدوري المصري بس، النادي الاهلي كبير افريقيا في كره القدم بارقامه يا كابتن اسلام. صحيح. وبجهده وبكفاحه واخلاصه. النادي الاهلي يا جماعه من 1907 كابتن قلت مين؟ كابتن عصام عبد الفتاح. عصام، يا كابتن عصام ما ينفعش. النادي الاهلي كبير بفضل الله تعالى، النادي الاهلي بيشتغل ويتعب وبيجتهد في منظومه كامله متكامله فيها رجال دايما على قدر المسؤوليه الاحترافيه اللي هي موجوده في نادي بحجم النادي الاهلي بس، دي حقيقه. فهيجامل ليه؟ واحنا مش محتاجين الخطوط ولا مش محتاجين من غير اي حاجه، بفضل الله تعالى هنكسب، طول عمرنا بنكسب وهنكسب وكل وقت هنكسب. يا ريت الانديه تحظو حظ النادي الاهلي في شغل وتخطيط واداريات ونظام وتركيز والتزام بعيد عن الدوشه اللي بتتعمل دي كلها. صحيح. وطبعا ضد الكلام ده يا كابتن اسلام تماما. وفي نفس الوقت هو كل واحد عاوز يجي يمسك يبقى على حساب النادي الاهلي، اصرح واقول وادي، ما ينفعش خالص. يجب ان يكون وجهه نظري يا كابتن عصام، يجب ان يكون ده وجهه نظري الشخصيه برضو. لو كابتن ربيع انا بقول لك وجهه نظري الشخصيه، يجب ان يكون هناك اعتذار، بيان اعتذار صريح وواضح لجمهور النادي الاهلي عن كل ما قيل يا كابتن عصام. عيب ما يصحش اللي حضرتك قلته، مهما كانت الاغراءات او مهما كانت الامور مناصب اللي هتحصل علشان تتقال مثل هذه الكلمات، لا يصح ان تقول هذه الكلمات، خصوصا ان هي كلمات بدون سند او دليل. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وجمهور محترم طبعا، يستحق الاعتذار وفورا يا كابتن عصام من فضلك. مهم جدا برضو يا كابتن ان طبعاً احنا طبعاً نتكلم في هذا الاطار. طيب طبعاً نرجع تاني للمباراه، مباراه فاركو. شفت بدايات النادي الاهلي بتغيير الناحيه الهجوميه، بتغيير اللاعبين اللي في الناحيه الهجوميه، سواء طاهر وسام، بقيه اللاعبين اللي موجودين كلهم، حسين طبعا كان هو اللي بيلعب الفتره الاخيره، ولكن هناك تغيرات دائما بيعملها. لازم، هو التدوير مهم جدا، والوقت ده بتاع التدوير صح بامر الله تعالى. انت بتلعب ثلاثه مباراه وعشان الاجهاد طبعا وعشان الحر والاجواء اللي موجود فيها الدوري، وفي نفس الوقت كله يتحمل مسؤوليه وكله موجود في الصوره، لازم موجود في الصوره يا كابتن اسلام. دي صحيح. وعندك الحمد لله لا مجموعه من اللعيبه الرجاله اللي هي دايما اي حد يبقى موجود نفس الوقت، حتى البديل لما بينزل ويغير، وده طبيعي جدا. فوجود اللعيبه دي كلها لازم تشارك باقتدار طبعا وبنظام وبوعي خططي رائع بامر الله من كولر، لان كولر بامر الله تعالى دلوقتي حفظ اللعيبه وحفظ اللاعب المصري وحفظ الدوري المصري وحفظ الاجواء وحفظ ان النادي الاهلي نادي كبير لازم بطولات ولازم مكسب. فالمكسب اللي هيجي خلال ال 90 دقيقه او الوقت بتاع المباراه يا كابتن اسلام مهم جدا مع كولر واللعيبه. سجام والتفاهم مهم جدا، النظام في التدوير الداخلي والخارجي مهم جدا، التغيير عشان القوه بتاعتي القوه بتاعتي اخد قوه هجوميه بامر الله تعالى اكسب بيها كل الانديه. الفتره الاخيره دي كلها هتلعب ضد النادي الاهلي بشكل تاني خالص، بشكل مختلف، بشكل دفاعي، بيحاول على المرتدات. طبيعه اللعب وطبيعه الخطط بتاع الفريق المنافس لازم اعمل لها حساب، وده طبيعي جدا عند كولر. فالتدوير رائع، وفي نفس الوقت انا بستفيد بكل المجموعه اللي عندي، وده صح. النهارده بقى انا بفنش وفي نهايه مشوار، لكن كله بيثبت وجوده وكله متالق، وتغييرات بتحقق لي المطلوب، المطلوب ان انا اكسب المباراه. صحيح. حتى بصرف النظر بيبقى المكسب فرق واحد او لكن مسؤوليه كبيره. وفي نفس الوقت خلي بالك يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي بيلاعب فرق بتقعد بالاسبوع وال10 ايام مريحه. صح. ده مهم جدا. صح يا جماعه، انا ثلاث ايام، انا في ال10 ايام بتوعهم بلعب ثلاث مباريات. صحيح. دي زائد ايه؟ ان انا مطلوب مني ان حد هدف واحد بس ان انا اكسب، هو مطلوب يكسب يتعادل، مطلوب يقدم عرض، مطلوب حاجات كثيره جدا. فالعوامل كثيره جدا، فان شاء الله باذن الله تعالى الفتره الفنيه بتاعه كولر مهمه جدا في البدايه، وزي ما قلت في التوظيف، في الاداره، في التغيير، في الشكل بتاعي انا اللي اقدر احقق بيه ثلاث نقاط، شكل الهجومي. فكل اللعيب على قدر المسؤوليه، ودي حاجه كويسه جدا، وكله متحمل المسؤوليه وكله موجود، ودي حاجه كويسه جدا يا كابتن اسلام. عموما خلينا